أود أن أتقدم بالتعازي للشعب الإيراني الشقيق في وفاة سيد رئيس الجمهورية ووزير زميل وزير الخارجية والوفد المرافق لهم أثر الحادث الذي تعرضوا له يوم أمس. نسأل الله تعالى لهم المغفرة. نواجه العالم وننظر في تفاصيل، فإن منطقتنا تواجه العديد من المخاوف الأمنية مع اتساع نطاق الصراعات الإقليمية الأهلية والبينية. تعيش اليوم في ظل تصعيد مستمر ومتصاعد يهدد أمن المنطقة والعالم، فالحرب التي تدور رحاها في قطاع غزة حصدت ولا زالت تحصد آلاف الأرواح، ويتفاقم كل يوم حجم المأساة الإنسانية هناك، مما يستلزم تكثيف الجهود الدولية، سواء تلك المعنية بإنهاء الصراع أو الجهود الإنسانية لضمان وصول المساعدات. لقد أثبت التاريخ لنا بأن كلفة أي احتلال وتبعاته يكونان دائماً أكبر من أي مردود متوقع للمحتل، فإن سياسات الاحتلال والتهجير القسري والعقاب الجماعي لم تثمر يوماً نهاية لأي صراع، بل كانت وقوداً لاستمرار العنف واتساع رقعته. أمر لا تحده حدود، الصحة والكهرباء والخدمات، ولا يخفى عليكم ما تسبب به العدوان على المدنيين في غزة والأراضي المحتلة والموقف الدولي الضعيف أزاء الحق الفلسطيني. هذا العدوان الذي بات يهدد المنطقة بأسرها بانتشار الصراع، كما أنه أهان القانون الدولي وانتهك حرمة الدم، وهو يمثل اليوم أكبر تهديد لشعوب المنطقة واستقرارها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.